النائب الحالي سيد فلاح، هاشم فلاح، الذي عرف بصولاته وجولاته في الفصل التشريعي السابق دفاعا عن الطبقة العاملة وقضايا العمل والعمال أساسا، إلى جانب قضايا الشعب الأخرى. المؤهل التعليمي الدبلوم الوطني في الهندسة الكهربائية من معهد البحرين للتدريب BTI. الخبرات النقابية من مؤسسي نقابة العاملين في وزارة الكهرباء والماء 2003، وعضو في مجلس إدارتها لدورتين متتاليتين. شارك في عملية الإعداد والتحضير لتأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين 2004، من مؤسسي نقابة العاملين في شركة الحد للطاقة 2007، وانتخب رئيساً للنقابة. في عام 2012 حاز على ثقة عمال الاتحاد العام لنقابة عمال البحرين بانتخابه لعضوية قيادة الاتحاد وبمسؤولية الأمين العام المساعد للحماية الاجتماعية. في 2014 أشرف وساهم في تأسيس اللجنة الوطنية للمتقاعدين بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، وكان أول رئيس لها. شارك في تمثيل عمال البحرين في عدة مؤتمرات وأنشطة وفعاليات داخل البحرين وخارجها. الخبرات السياسية: شارك في تأسيس المنبر التقدمي ونشط في لجانه وأنشطته المختلفة، خاصة المتعلقة بالنشاطات والقضايا العمالية وحقوق المتقاعدين. توجه في 2012 بتحمله مسؤولية قيادة لجنة توجه في 2012 بتحمله مسؤولية قيادة لجنة قطاع النقابات العمالية والمهنية بالتقدم في المكتب السياسي، وانتخب في ديسمبر 2015 نائبا للأمين العام للشؤون السياسية، وحاليا هو عضو اللجنة المركزية في التقدم. الخبرات البرلمانية: انتخب في العام 2018 نائبا عن الدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية، كما انتخب عضوا في اللجنة التشريعية في الفصل التشريعي المنصرم، وينوي الترشح هذه المرة في ذات الدائرة الخامسة بالمحافظة الشمالية. رفيق فلاح، لك الكلمة. شكرا رفيق. الأخوة الحضور، أسعد الله مساءكم بكل خير. كما تقدمنا في عام 2018 بالترشح للانتخابات لعضوية مجلس النواب البحريني ضمن قائمة المنبر التقدمي تقدم، والتي في نتيجتها نلت شرف تمثيل شعب البحرين في مجلس النواب منتخبا من أهالي الدائرة الخامسة الشمالية، ملتزما بما ينص عليه برنامج الكتلة في الدفاع عن حقوق المواطنين ومكتسباتهم. نعاود هذه المرة أيضا وضمن نفس الكتلة التقدم بالترشح للانتخابات للفصل التشريعي القادم وعن نفس الدائرة. نعم، في الفصل التشريعي السابق التزمنا بما نص عليه برنامجنا الانتخابي، وخاصة في أولويات حقوق المواطنين في العمل للجميع وفي خدمات تعليمية وصحية وإسكانية وتقاعد منصف، بكل ما تمكننا به الأدوات البرلمانية التي نص عليها الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، رغم كل الصعاب والمعيقات، حيث تقدمنا بالعديد من مقترحات القوانين والعديد من الأسئلة للوزراء، وشاركنا في العديد من لجان التحقيق، كما عملنا على تفعيل أداة المناقشة العامة في العديد من المواضيع. ومن بعض هذه المواضيع التي تصدرت عملنا موضوع البطالة، اجتهدنا في تشكيل لجنة تحقيق حول البحرين الوظائف في القطاعين العام والخاص، حيث كنت مقرر اللجنة والمدافع عن تقريرها، والذي حوى العديد من التوصيات منها، ولأول مرة في تاريخ مجلس النواب البحريني من ضمن هذه التوصيات
إدانة 6 وزراء بالتقصير في ملف البحرنة في تقرير واحد، كما تم أيضا من ضمن التوصيات وتم تشكيل لجنة وعية دائمة في مجلس النواب تعنى بكل ما يختص بالبحرنة تشريعا ورقابة. في ملف التقاعد عملنا على تشكيل لجنة تحقيق، وكنت أيضا المقرر لها والمدافع عن تقريرها، حيث أصدرت تقريرا كشفنا فيه عن العديد من أوجه القصور وسوء إدارة الهيئة واستثماراتها، ووافق عليها المجلس ورفعت للحكومة، وكنا على أمل أنه إذا ما تم الأخذ بهذه التوصيات أن لا يجري الانتقاص من مكتسبات المتقاعدين تحت مظلة ما أطلق عليه إصلاح تقاعد، لأننا وجموع المواطنين خذلنا من مجموعة من النواب صوتت معنا على ذلك التقرير وبكل ما حواه من توصيات، إلا أنها أيضا وفي اتجاه معاكس صوتت على الانتقاص من حقوق ومكتسبات المواطنين في تعديلات قانون التقاعد. الخدمات التعليمية، في مناقشة عامة كشفنا عن مجموعة من النواب ممن اشترك في تلك المناقشة عن ما وصلت له العملية التعليمية من تردد، وعززنا ذلك بمجموعة من الأسئلة النيابية عن المشاريع ومستوى المدارس وطغيان الصفوف الخشبية ونقص الوسائل التعليمية خاصة في مدارس المنطقة. الخدمات الصحية، اهتممنا بهذا الملف سواء على مستوى المنطقة أو على مستوى البحرين كاملة، ومن أمثلة ذلك موضوع كان للبحرين الريادة فيه بين دول المنطقة، وهو موضوع زراعة ونقل الأعضاء البشرية. منذ منتصف التسعينات كانت تجري تلك العمليات، منذ منتصف التسعينيات القرن الماضي، ولكننا للأسف أصبحنا اليوم في مؤخرة الركب. موضوع عمالي آخر هو حق العاملين في حصولهم على أجورهم، والذي عانى منه عدد كبير من العاملين مواطنين ووافدين، وأثبتنا في ذلك تقصير الجهات المعنية. الخدمات الإسكانية وما يعانيه المواطنون من صعاب جراء عجز الدولة عن تقديم حلول لهذه المشكلة المؤرقة لأصحاب الطلبات الإسكانية. سياسات سوق العمل، حيث تناولنا التصريح المرن وفتح الأسواق لجلب عمالة وافدة رغم تعطل آلاف من الشباب البحريني المتعلم والمؤهل في العديد من التخصصات. في مثل هذه المواضيع وسواها والمتصلة بأكثر اهتمامات وحاجات المواطنين البحرينيين، بحاجات المواطن البحريني حيوية صدرت في بعضها، وعلى أثر ما تقدمنا به وبتعاون مع مجموعة من النواب بعض التشريعات أو القرارات التنفيذية، وستظل في سلم الأولويات، وما تطرقنا إليه ليس سوى جزء بسيط مما قدمناه، ولا لا يتسع الوقت لذكره الآن. أخواني، نعود وبنفس العزيمة لنواصل المشوار، وسنبقى على ما عهدتمونا عليه، صوت المواطن البحريني بجميع شرائحه وفئاته، وخاصة أصحاب الدخل المحدود والكادحين وصغار التجار. شكرا لكم.